خالتي شفيك الصاير؟ كان ايه الصاير؟ تصير ايه وتصير ايه؟ تعالوا يما تعالوا تعالوا روحي نادي بابا تعالوا يما تعالوا 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 يا هلا حيا الله منيانا والله مسرع ما توقعت أمي بهالسرعة تبلغكم وتجيبكم معاها وتي حياكم تفضل أنا ماني مصدقة أقول اللي قاعد أشوفه هذا صج أنا كنت مستعدة أتقبل أي شيء أي شيء أنت تسويه حتى لو تزوج واحدة ثانية أو حتى لو تزوج أختي دنيا بالعكس كنت بفرح لها لكن تطلع طول المدة متزوج هذه وأنت وياها مخططين تأخذون كل اللي عند أبوي تنصبون عليه أبوك أبوك هو السبب سبب كل اللي قاعد يصير له وبسبب لكم انتو ليش تسأليني؟ اسأليه هو أنا بسألك سؤال انتو الحين زعلانين عشان أنا اتزوجت مرت أبوكم؟ ولا زعلانين عشان حلال أبوكم اللي ضيعه وحرمكم منه وقدمه على طبق من ذهب له؟ على شنو زعلانين بالضبط؟ لأن ذل يلي ما تخاف من ربك أنا كنت قاعدة أنطرك مشعل كنت قاعدة أدور لك أعذار علشان كنت خايفة إنك ما ترجع وكنت أدعي ربي ليل ونهار وأقول يا ربي ارجع لي أخرت تطلع متزوج هذه هذه شلون شلون يا القلب أبوك حلال أبوي وتعيشها من خيره تسأليني أنا تسألي نفسك تسألي خواتك خوات من أم واحدة وأبو واحد وعايشين تحت سقف واحد وكل واحدة منكم تبي تاكل الثانية تدرين السبب اللي أنتوا فيها الحين قلوبكم اللي ما تعلمت تحب سمعتوا ياها تخلوني أنا شماعة تعلقون عليها فشلكم أبوك هذا ما زرع في قلوبكم إلا الضياع وبس عادي قاعد تجنون النتيجة أنتم يا الله لا يوفقك يا ربي ما يهنيك لا دنيا ولا آخرة حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك هاي انتي شنك عيوز ماكلين عشاها؟ ايش حق التحسبين؟ يلا برا كلكم برا برا شكيتكم لرب العالمين شكيتكم للي عينه ما تنام ياخذ حقنا منكم يلا لا يهنيكم لا بحياتكم ولا بعيشتكم ولا بدنيتكم ولا باخرتكم نسيت
نسيت الصارم ولدها زين بسبة أمه. الله ونعم الوكيل فيكم. ليش ايش في ولدي؟ تعالي تعالي هني. تعالي هني يا الحومة. ايش في ولدي؟ كم انت وياه؟ تعالي هني يا الحومة نبيكم انت. بكلمش انا يا الحومة نبيكم. ايش في ولدي؟ مشعل يطلع منه كل هذا؟ شلون؟ شلون انا علي يسوي فينا كذي؟ احنا مدارك احنا بنات خالتك. ربيت بيننا، كبرنا مع بعض. ما ماني قادرة اصدق شلون يسوي كذي جودتي. مصدقنا مشعل هو اللي سوى كل هذا؟ مصدقه؟ يعني شنو يعني طول هالمدة هو كان يمثل على إن الإنسانية والمثالية والطيب؟ أبي أفهم، أبي أفهم ليش كذا يسوي فينا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مشعل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله يعين قلبك يا خالتي، الله يعين قلبك. هو مو بس خسرنا احنا، هو خسرك انتي، خسر الدنيا كلها، خسرك انتي يا خالتي. انت ايش تبين يا ايه؟ ايش تبين يا ايه البيت هني؟ البيت تعذرت، المكان كله تعذرت، مو كافي اللي سويتيه فينا؟ ايش يا ايه هني تسوين بعد؟ ايش تبين؟ ايش تبين يا ايه هني؟ زين يما خليتك لا تمسكيني، زين يما خليتك سامحني، سامحني بعد عمري، والله ما دريت، والله ما دريت اللي صار فيك، والله ما دريت. سامحني؟ عقب كل هذا اللي سويتي وتقولي سامحني؟ طلعي برا ما ابي اشوفك، طلعي برا. يما يما من اللي سلمك؟ انا امك، انا الوحيده احبك في الدنيا كلها. شفت هذيلا؟ هذيلا كلهم ما ينفعوني، ما ينفعوني. امشي معي، انا باخذك، تعال شكي بعد عمري، امشي معي، واللي يسلمك امشي معي. والله هذيل اللي قاعد تتكلمين عنهم هم اللي ينفعوني وانت اللي خليتيني. لا انت امي ولا شرفني انك تكونين امي. قلتي حلال ابوي وصار مين اللي صار ولا سالتي عني؟ قلتي ولدي ها؟ واخر شيء طلعتي متزوجه مشعل ومخططين على هذا كله. لا طلعي برا ما ابي اشوفك، طلعي برا، طلعي برا. جو تخلي تطلع برا،
خل تطلع برا. زين طلعي ايدك، لا تقولي زين، لا تقولي زين، طلعي برا واحنا ايدك. زين سمعتي؟ سمعتي؟ يلا برا، طلعي برا، طلعي برا، طلعي ايدك، طلعي ايدك. ألو، هلا سامي، شفيك صاير؟